حبايب قلب سمسمة، لو عايزين تعرفهم العسل ده كله والطعامة والتكات والحركات اتعملت ازاي، بصهم حاجة كده اللهم بارك، تحفة جدا، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده خيال. بصوا الطعامة والتكات والحركات، يلا بينا نشوف الفيديو ونشوف كل التكات والحركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ النهاردة هنعمل وجبة متكاملة وحاجة كده تحفة، اللهم بارك، هنعمل كده حاجة تشرفك قدام حبايبك وصحابك وطبعا ولادك، اهم حاجة في الدنيا هتعملوا لهم كده وتبدعي لهم كل الاكل اللي بيحبوه، وطبعا بحاجات مفيدة جدا جدا وموجودة في كل بيت. طبعا لو انت اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس على كل علشان يوصلك كل جديد من تكات وحركات سمسمة، وما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهاردة. هنعمل احلى طاجن بطاطس باللحمة الضاني، حاجة كده تحفة جدا وخيال، ومفيش عندنا حاجة اسمها ريحة اللحمة الضاني تبقى ظاهرة مع سمسمة. ان شاء الله هتجربوا الوصفة دي وهتدعوا لي طبعا دعوة حلوة من قلبكم، وهتشوفوا ازاي الوصفة دي هتبهركم كده من طعمها وريحتها المفحفحة اللي قلب الدنيا، مفيش حاجة موجودة فيها ريحة من اللي هي بتاعت اللحمة الضاني اللي هي بتبقى ريحة الضاني دي، لا مفيش عندنا الكلام ده. تعالوا بقى نشوف بينا المقادير ونشوف الطريقة. معايا حبايبي 5 بطاطسيات كده انا مقطعهم كده مكعبات، معايا طبعا لحمة ضاني، معايا فلفل الوان احمر اخضر اصفر المتوفر عندنا، معايا طماطميتين بشراهم، معايا بصل كده مقطعاه ترانشات كده، وبرده معايا بصل مقطعاه جوانح، و4 فصوص من الثوم. طبعا الاكلة دي بتحب البصل جدا جدا. تعالوا بقى نشوف البهارات بتاعتنا، اي بهارات متوفرة عندنا يا حبايبي، احنا مش هنقف على حاجة معينة. انا حاطة معلقة من البابريكا، معلقة من الكزبرة الناشفة، معلقة من بهارات اللحمة، ربع معلقة من الجنزبيل، معلقة كبيرة من الزعتر، معلقة من الثوم البودر والبصل البودر، ومعايا هنا كمون وفلفل وقرفة، ومعايا طبعا انا طحنة ورق لورا على حبهان بيدي طعم جميل جدا للاكل، وطبعا معايا الراعي الرسمي بتاعي النهارده، معلقه من الزبده على معلقه من اللي هي انا بصم انا مسيحاها كده على النار. بصوا اللون اللي يشوفها يقول دي سمنه بلدي، حاجه كده بتدي طعم وريحه جميله جدا جدا. طبعا التسبيحه دي يا حبايبي ان انا بسيح اللي هي بحطها طبعا في معلقه بقطعها حتت صغيره، وبحطها في الزيت في معلقة من الزيت على النار، وبحط عليها شوية من الملح حاجة بسيطة جدا وشوية من الفلفل، وبسيبها على نار هادية بتبتدي هي تسيح تنزل كل الطعم الحلو بتاعها، وفي الاخر بقى بصفيها بمصفى. ويلا بقى بينا نشوف التكات والحركات مع سمسمة ونقول بسم الله. حبايب قلبي في طاسة على النار هنزل بمعلقة الزبدة ومعلقة اللي هي كده مع بعض اهو يا حبايبي، انزل بالبصل ده اهو وابتدي اشوح فيه كده. طبعا انا مش قادره اقول لكم على الريحه، حاجه كده تحفه. ناس كتيره بتبقى خايفه تطبخ اللحمه الضاني علشان ريحه الزهامه او ريحه الضاني بتاعها بتبقى مش حلوه كده، حاجه يعني بتبقى بصراحه مستفزه، بس ان شاء الله الطريقه دي بجد بتبقى تحفه جدا وما بيبقاش فيها اي ريحه خالص. انا طبعا موطيه النار، انا عايزه ادبل البصله اهو. في ناس حبايبي بتعملوا كل حاجه نيه كده وبتحط الطاجن في الفرن، لكن انا بحب اشوح كل حاجه علشان اخرج كل الطعم كده ويبقى حاجه تحفه جدا. هنزل بقى حبايبي دلوقتي باللحمة اهو، انزل معايا اهو باللحمة اهو، وابتدي بقى اعلي النار علشان ادي صدمة للحمة اهو. بصوا شايفين حاجة كده تحفة جدا، اللهم بارك، احنا
اول مره نعمل مع بعض اللحمه الضاني، فانا بصراحه حبيت ان انا اشارككم الطريقه. انا هسيبها بس كده ايه تاخد كده لون من الجناب، يعني كل الجوانب كده تاخد لون. طبعا انا مش بحمرها، انا بس بديلها صدمه وبقفل المسام بتاعتها. يا حبايبي هي بدات تلون معايا اهو، والله العظيم ما قادره اقول لكم يا ريت تاني ان انا اخليكم تشموا الريحه الجميله بتاعتها. حاجه كده اللهم بارك تحفه جدا. ابتدي انزل بكام فص كده معايا اللي هما اربع فصوص من الثوم اهو، معاهم شويه كده من البصل كان عندي اهو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انزل بقى يا حبايبي بالبطاطس. انا نزلت يا حبايبي بالبطاطس اهو وقلبتها كده تقلبتين عشان كل الطعم يدخل مع بعضه كده، حاجة كده تحفة. انزل بقى بالبهارات بتاعتي. طبعا احنا قلنا البهارات المتوفر عندك، بس هو البهارات دي اللي انا قلت لكم عليها كلها بتدي طعم حلو مع بعضها كده. هبتدي بقى اقلبها ونشوف التكات والحركات. اهو يا حبايبي انا خلاص طفيت النار عليها وقلبت كده البهارات. طبعا انا لسه لحد دلوقتي ما ضفتش الملح. هنزل بقى بالفلفل الالوان بتاعي، اقلب كله حبايبي مع بعضه كده، وبرده الطماطم المفرومه. بصوا الالوان بقى وجمالها، حاجه كده تحفه تحفه، والريحه كلها بتبقى مع بعضها تحفه جدا. انا هبتدي بقى اقلب كله مع بعضه وانزل في الطاجن بتاعي، ويلا بقى نشوف التكات والحركات. حبايب قلبي انا نزلت كل المكونات بتاعتي او الخليط كله، ضفت عليه بس الملح وحطيته كده في الطاجن بتاعي. هبتدي بقى اجيب البصل بتاعي كده واحطه من على الوش. طريقة سهلة جدا جدا، وزي ما قلت لكم في ناس بتحب تعملوا ني في ني كده، ما تشوحوش ولا حاجة وتلخبط كل حاجة وتدخلوا الفرن، بس انا بحب ان انا اشوح الحاجة، بتدي طعم وريحة احلى وبتبقى حاجة كده تحفة جدا، وكله يشرب من بعضه كده اهو. شايفين بقى التكات والحركات والجمال. طبعا احنا زي ما اتفقنا ان الطاجن بتاعنا ده بيحب البصل الكتير اهو. بصوا شايفين الجمال والتكات والحركات. انا بقى هدخله الفرن يستوى براحته جدا، ممكن ياخد معايا من ساعة ونص لساعتين الا ربع حسب اللحمة بتاعتي ما هتستوى. وطبعا انا ما حطيتش اي مية ولا اي حاجة خالص، انا بكون عاوزاه كده ينزل كل المية، يعني البصل ينزل ميته والطماطم والبطاطس كل حاجة تنزل المية بتاعتها ويستوى مع بعضه كده بكل التكات والحركات. طبعا ما تسرحوش معايا في الطاجن الجبار ده وتعملوا السمسمة احلى لايك، ويلا بقى ندخله الفرن ونشوف بقية التكات والحركات. طيب قلب السمسمة بسم الله ما شاء الله، بصوا كده الجمال والطعامة بقى بعد ما خرج من الفرن، حاجة كده تحفة جدا، وريحته كانت مفحفحة وقلب الدنيا. ان شاء الله هتجربوا الطاجن الجميل العسل ده وهيعجبكم جدا جدا، وطبعا تدعولي دعوة حلوة من قلبكم، وطبعا ما تنسوش تعملوا السمسمة احلى لايك، وطبعا لو انت مش مشترك اعمل اشتراك وفعل الجرس على كل علشان يوصلك كل جديد من تكات وحركات سمسمة. بصوا التكات والحركات، هي دي التكات والحركات، اللهم بارك، حاجة كده تفتح النفس، شكل وطعم وريحة، الله أكبر، حاجة كده خيال. طبعا أنا عملت جنبه رز أبيض عادي كده وعملت فيه طبعا التكات والحركات، اللهم بارك. بصوا أنا هغرف لكم كده إيه، بصوا حاجة كده تحفة. بصوا يا حبايبي التكات والحركات والالوان، اللهم بارك. اتمنى تكون الوصفه بتاعتي عجبتكم، وان شاء الله مع فيديو جديد وتكات وحركات سمسم.